كيفية إضافة حساب مدار. قم بتسجيل الدخول إلى بوابة العميل الخاصة بك. اضغط على تبويب حسابي. انقر على إضافة حساب USD. قم باختيار نوع الحساب Managed Account، وقم باختيار اسمك الكامل باللغة الإنجليزية كما هو مسجل على الحساب. قم بتأكيد التوقيع وإدخال كلمة المرور الخاصة ببوابة العميل. اضغط على إضافة حساب، وبذلك لقد تم إضافة حساب مدار جديد بنجاح. ابدأ اليوم وانضم إلينا من خلال الرابط في صندوق الوصف.